من شوي سألت قلت سألت أنا على عن اللائحة أنا اللائحة قلت أنت مثلا وش المفروض يسوون صح ولا لا؟ إذا كان لاحظ إحنا الحين بنحكي عن الفعل وضد الفعل ممتاز. طيب هنا يقول لك المادة 72 التمييز في لائحة الانضباط يمنع على أي شخص خاضع لأحكام هذه اللائحة اللي هي لائحة الانضباط أن يسيء إلى كرامة أي شخص آخر أو مجموعة من الأشخاص أو بلد بالألفاظ أو الإشارات أو الأفعال المهينة أو العنصرية التي تحط مقدرهم على أساس العنصر أو اللون أو العرق أو الجنسية أو الأصل الاجتماعي أو النوع أو الإعاقة أو اللغة أو العقيدة أو الرأي السياسي أو الحالة المادية أو المولد أو أي سبب آخر مع مراعاة أحكام المادة 57 من هذه اللائحة. يعاقب المخالف إذا كان مرتكب يعني إذا كان اللي مسوي الحركة هذه مثلا الاتهام بالعنصرية مثلا أو التلفظ بألفاظ عنصرية يعاقب لا يقل بالإيقاف لا يقل عن 6 مباريات ولا تزيد عن 2 يعني يمكن يوقف سنة يمكن يوقف سنة ونص يمكن يوقف 2 ممتاز مع غرامة مالية 100,000 ريال. إذا كان مسؤول لاحظ إذا كان مسؤول مرتكب المخالف مسؤولا أو وسيطا فيعاقب بالمنع من أي نشاط تتعلق بكرة القدم لمدة لا تزيد عن 2 مع غرامة مالية 200,000 ريال. هذا إيش؟ هذا إذا كان لاحظ هذا إذا كان تم إثبات الإدانة صح ولا لا؟ طيب عكس الإدانة المفترض أنها تصير بحجم الاتهام يعني أنت الآن كذبت علي وشوهت سمعتي وخليتني قدام الناس كلها أني أنا رجل عنصري زين وآخرتها إيش؟ هذه 3 الأشياء اللي أنا قاعد أتكلم عنها حطيتها أنت في الدرج موتها تم دفنها بنجاح من قبل وبامتياز من قبل لجنة الانضباط حلو؟ نعم. ما سويت عليها أي حاجة أنت رحت عاقبتها في أشياء ثانية ما تهم أنت ما أخذت حقي أنا أتكلم على على لسان حسين عبد الغني زين ما أخذت حقي ما سويت لي أي حاجة. إذن هنا هذا هو اللي أنا قلت لك من شوي إذا كانت العقوبة إذا تم إدانة الشخص فيها يصل فيها الإيقاف إلى 2 وغرامة مالية 100,000 إذا كان لاعب أو إذا كان مسؤول غرامة 200,000 وإيقاف 2 إذن يفترض إن عكسها اللي هي أنك أنت تكذب علي زين يعني أنت سؤال لجنة الانضباط الآن برأت حسين عبد الغني ماذا يعني ذلك؟ ماذا يعني ذلك؟ يعني وش يعني؟ يعني ان هناك تجني يعني ان هناك كذب في في في, في الادعاء يعني ان هناك اتهامات باطله صح ولا لا؟ طيب عطني حقي فيها. لذلك توجه رئيس نادي النصر الدكتور صفوان السويكت في الذهاب الى 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 الى, إلى خارج الرياضه انا اشوف ان هذا التصرف اللي سواه انا اشوف انه احباط من ارتعاش اللجنة القضائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم. لجنة الانضباط اليوم ترقل هذه حقيقة جايتها من الركب. ليش جايتكم من الركب؟ ليش؟ هذا نحتاج احنا نبغى نحتاج فيه لتوضيح. اللي قاعد يصير هذا كله ترى على فكرة مش كويس. انت الى الان ما عالجت الموضوع. انا ما ابغى يعني اسهب في هذا الموضوع لاني تحدثت بما يكفي واعطي فرصة للاخرين لكن انا اوضح لك ايش اللي مفترض انه يصير. اعطيتك المثل اللي المفترض انه يصير العكس وشو حتى اللحظه هذه ما في حاجه لجنه الانضباط حتى الان من وجهه نظري لم تصدر اي شيء بعدين يفترض